ازيكم يا فنانين، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتعلم ادوات الرسم بالزيت، كل حاجه بتخص ادوات الرسم بالزيت. لو انت مبتدئ او مستواك متوسط فانت هتتعلم من الفيديو ده من كميه المعلومات اللي هقولها لك او ان انت تعرفها مخصوص في الرسم بالزيت والادوات اللي احنا نستخدمها وانواع الفرش عموما وكل الحاجات اللي تظهر قدامك والوسائط اللي احنا ممكن احنا نستخدمها في الزيت، وكمان البلتات اللي احنا ممكن ان احنا نرسم عليها باشكالها المختلفه، وازاي نحضر برضو التوال، وده ممكن اعمله لكم في فيديو تاني ان شاء الله الادوات اللي احنا بنرسم عليها. وكمان في كورس رسم بالرصاص نزل على القناه المنتسبين على القناه بمبلغ رمزي جدا، تعلم الرسم من الصفر للاحتراف بالرصاص والبورتريه وانت تطلع من الكورس ده، وانا بتابع معاك في الكورس نفسه. نيجي للالوان نفسها اللي احنا نرسم بيها الزيت، ممكن احنا نستخدم اي خامه في الالوان الزيتيه طالما احنا لسه بس بنبدا فيها. ومن ضمن الالوان اللي جربتها وكويسه برضو خامه ارت رينجر او خامه مارس، برضو الاثنين كويسين جدا. خامه مارس دي مشهوره في مصر ومن اكتر الخامات اللي انتم ممكن تلاقوها في المكتبات اللي هي المشهوره او المكتبات الكبيره، وكمان سعرها مناسب بالنسبه للاداء اللي هي بتقدمه. ومن الخامات العاليه ممكن خامه بيبيو او خامه فان كوخ، الاثنين دول متميزين جدا وللرسامين المحترفين. بس انت في البدايه حابب ان انت تتعلم بس في البدايه حاجه بسيطه، فانت تجيب الخامتين اللي انا قلت لك عليهم وافضلهم طبعا مارس. ممكن تبدا وتجرب بعلبه 12 لون، 12 لون بتكون مناسبه وكويسه وحتى كمان زياده. احنا كل الالوان اللي احنا بنحتاجها هي الالوان الاساسيه واللون الابيض واللون الاسود زياده معاهم، حتى لو انت حابب ان انت تجيب انابيب صغيره او لوحدها بس خالص حتى بالملي اللي هي موجود برضو فيها، سواء 30 ملي او 50 ملي لو انت حابب تجيب باللون الواحد. فاحنا الالوان الاساسيه معانا الاحمر والاصفر والازرق واللون الابيض والاسود، دي الخامات اللي احنا بنخفف وننتقل بيها وتطلع معانا الاشكال من جميع الالوان او جميع التشكيلات. لكن الالوان التانية هي بتسهل علينا الرسم برضو شويه، فلو انت حابين ان تكتروا فيه مفيش فيه اي مشكله. في ناس بتحب ان هي تجيب الالوان كلها جاهزه او الخامات والدرجات تكون جاهزه وبعد كده يبداوا ان هم يرسموا بيها. اما بالنسبه للرسامين المحترفين فبيحبوا ان هم يستخدموا الثلاث الوان الاساسيه ويبداوا يكونوا منها الالوان الثانويه او بقيه الالوان اللي هم حابين يطلعوها بالدرجات بتاعتها المختلفه، زي الاشكال اللي ظاهره قدامكم دي او التكوينات بتاعه الالوان اللي ظاهره معانا. بعد كده نيجي للوسائط او البدائل اللي هي بتاعه الرسم. فاحنا بنستخدم الزيت اللي احنا بنخفف بيه اللون او ان هو بيمشي اللون معانا على الورقه، وبتختلف طبعا وشركات كتير جدا واشكال كتير جدا قدامكم. احنا ممكن احنا نجيب اي زيت، هو عبارة عن زيت كتان طبعا ومدهون بس عليه حاجة بس بسيطة، وفيه طبعا شكل الورنيش. ممكن احنا نجيب ارخص زيت مش هيأثر في اي حاجة وبيكون مناسب جدا في الرسم، بس اهم حاجة اللون بتاعه يكون فاتح، باختلاف طبعا الجيسو او ان احنا بنحضر التوال، ده احنا هنخليه لفيديو تاني منفصل. بعد كده احنا ممكن نستخدم التنر او الترابنتين بالشكل اللي ظهر قدامنا ده او بالصور برضو اللي فاتت اللي انا وريتها لكم، زي الشكل اللي على اليمين او الزيت. ممكن الاتنين دول احنا نستخدمهم، ولو حابين تستخدموا من شركة مارس سعرها بيكون ضعفين تلاتة خمس اضعاف الزيت اللي انتوا لو اشتريتوه بس عادي كده. بعد كده نبدأ ان احنا نيجي للفرش. الفرش طبعا كل الاشكال وكل الخامات او الانواع المختلفة معانا والاشكال بتاع الفرش نفسها احنا طبعا بنستخدمه، باختلاف طبعا الفرش اللي هي 0 2 0 3 0، معانا برضو الاحجام اللي هي بتكون اكبر من كده، الاحجام الصغيرة والاحجام الكبيرة، كل الفرش بنكون احنا بنستخدمها في الرسم بالزيت على طبعا حسب الحجم اللي احنا بنرسم بيه او على الحجم اللوح اللي احنا بنرسم بيه. وبعد كده نيجي لاشكال البلتات اللي احنا ممكن احنا نستخدمها، باختلاف طبعا اشكالها واحجامها المختلفه، فاللي بتكون كبيره او اللي فيها مساحات كبيره واماكن كتير جدا لكذا لون دي بتكون الافضل حاجات احنا ممكن احنا نستخدمها. في البدايه احنا ممكن نستخدم الصغيرين مفيش فيهم اي مشكله لحد ما احنا ندرب ايدينا بس، وممكن ان احنا كمان نرسم على ورق الفويل باختلاف طبعا البلتات اللي ظهر قدامكم لو انتوا ما قدرتوش ان انتوا توفروها. فهي بس فكره خلط الالوان، بنخلط على اي حاجه او اي خامه، ممكن ان هي تكون ازاز او بلاستيك او حاجه زي كده برضو بتكون كويسه مفيش فيها اي مشكله. ونيجي بعد كده للخامه اللي احنا بنغسل بيها الفرش او احنا بننظف بيها الفرش، طبعا هي مش فرش مائيه ممكن احنا نغسلها بالميه عادي، لا احنا بنحتاج ليها تنر او ترابنتين اللي احنا برضو بنستخدمه في الرسم بالزيت. نحط الفرش فيها ونبدأ ان احنا نقلبها بالشكل اللي ظهر قدامنا ده، وكمان بعد كده حابين احنا نغسلها وننضفها افضل ممكن في اي حاجة ما احنا بنغسل ايدينا بيها بتكون كويسة جدا. وبعد كده الحاجة اللي احنا هنرسم عليها هي احنا ممكن نرسم على التوال او الكنفس، ده من افضل الخامات اللي احنا ممكن نرسم عليها، وكمان ممكن انت تقدر تحضره في البيت، وفي نفس الوقت تقدر ترسم برضو على ورق عادي بس ما يقلش عن 200 او 300 جرام، ده بيكون مناسب جدا للرسم بالزيت كتدريب بس في البداية. ودي بعض الاشكال اللي انت ممكن تتدرب عليها، بس الحاجات الاساسية اللي انت تتدرب عليها زي الاشكال الطبيعة الصامتة
او الاشكال الثابته زي اللي ظاهره قدامك دي. وطبعا في اشكال كتير جدا منها، ممكن ابعت لكم منها على رابط التليجرام، هسيب لكم في الوصف بتاع الفيديو. وكمان بعد كده ممكن لو اتدربنا اكتر ندخل في رسم البورتريه بالاشكال كتير المختلفه. طبعا ده اكتر حاجه انا بحب ارسمها على القناه هنا، بحب ان انا ارسم البورتريه باشكاله المختلفه سواء بخامات كتير جدا مختلفه. في ناس كتير برضو بتحب ان هي ترسم المناظر الطبيعيه زي الاشكال اللي ظاهره قدامكم دي، ودي افضل حاجه بتترسم بيها بالزيت، في ناس كتير جدا بتحبها. ومش شرط بس ترسم او تحصر نفسك في الحاجات الخامات اللي هي القليله دي او الاشكال القليله، ممكن ترسم اشكال كتير جدا مختلفه على حسب اهتماماتك والحاجات اللي انت بتحبها يعني. فالرسم بالزيت تحب ترسم بيه اللي انت عايزه كله باشكال مختلفه بكل حاجه. ممكن احنا نرسم برضو جلافز عشان ايدينا ما تتوسخش او ما يجيش عليها حاجه من الالوان، لان الالوان بتكون صعب ان هي تطلع من على الايد شويه. من اكتر الرسامين اللي انا بحب اتابعهم في الرسم بالزيت هو فابيانو ميلاني، يا رب اكون نطقت اسمه صح يعني. هو اللي بيرسم الاشكال اللي ظاهره قدامكم دي، هي اللوحات معظمها عليها عسل، هو اللي بيصور، هو اللي بيرسم من برضو من اول كل حاجه لاخرها. وبرضو الفنانة من اكتر حد اللي انتوا تحبوا ان انتوا تتعلموا منه الرسم، هي مش بترسم، مش بتعلم الرسم، هي بتطلع بتعمل فيديوهات حوالي 5 دقايق او 6 دقايق 10 دقايق بالاشكال اللي قدامكم دي، هي دري كاليني او حاجة زي كده يعني. بس عموما انت لو كتبت اويل بينتينج درونج على اليوتيوب او على اي مكان هي تظهر لكم في محرك البحث، هي اول واحدة، فرسمها جميل جدا. برضو ممكن انتوا تتابعوهم في تعليم الرسم بالزيت، رسمهم جميل جدا. نيجي بعد كده لخلط الالوان، لازم ان احنا نتعلم خلط الالوان والدرجات كتير المختلفه. طبعا عمل لكم عنه فيديوهات قبل كده سابقه، بس خلط الالوان بالالوان المائيه ان شاء الله اعمل لكم خلط الوان بالالوان الزيت. وبرده هي الاشكال اللي قدامكم دي سواء حطينا احمر على اصفر على الازرق، هي الالوان بس اللي احنا بنطلع منها الالوان التانية. طلعنا اللون البني، الاحمر، الاصفر، الاخضر، الازرق، كل ده من الثلاث الوان، واللون الاسود واللون الابيض بنخفف ونتقل بيه برده. بيفرق معانا طبعا في الدرجات، في البني جبنا درجات البشره، درجه البشره الخفيفه حابين احنا نحط درجه من الدرجات دي، اي درجه على الدرجه الثانيه، طبعا باشكال كتير جدا مختلفه. فطبعا هنشرح كل ده باستفاضه اكتر او بشرح كتير جدا في الفيديوهات الجايه. وطبعا لو في فيديوهات معينه انتوا حابين تتعلموها او حاجه معينه حابين تتعلموها يا ريت تكتبها لي في التعليقات. وبرضو نسينا ان انا اقول لكم على غسل الفرش، بنغسلها طبعا في التنر او الترابنتين، ممكن احنا نشتريه من محل البويات بيكون كويس جدا. وبكده يعتبر وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب على القناة لو انتوا لسه جداد على القناة، متنسوش طبعا تتابعوا كورس الرسم الموجود على القناة نفسها. والسلام عليكم، كان معكم محمد عبد الرحمن من قناة ورشة رسم أرض.